نهاد نزل على الطريق، بعد نام بيكره فوراً على المقبرة. أخ، كتير فرحت، ريحتيني. ماما شو عم بيصير؟ سمر شو لها شغل بالمقبرة بهالليل؟ سمر ذكية وبتعرف تحسبها يا بيسان، هالليلة لعبت لعبة وربحت بالنهاية. والله ما عم بفهم شي. خلص، هلأ لا تحكي شي قدام نهاد أبداً، بكرة بنحكي كل شي عرواق. بس يوصل وحكي معي. خلص بكرة بنحكي، تصبحي على خير. وانت بخير. شايف انك ما فرحتي لاني ما سافرت؟ عم تهتمي بمشكلة عدنان اكثر مني؟ شو هالحكي؟ لك حتى ابنك عم بيقول لك منيح ما سافرت. يا روحي. يا شوف صار عم بيتحرك، يا الله ما احلى حركته. اجلت شغلي يومين مشان السفر وهلا ما ضل عندي سفر. شو رأيك ننتقل عبيتنا جديد؟ يا ريت وبسرعة إذا بتريد. أنت بتروحي لعند سمر وأنا بجيب عمال بينقلوا كل شيء. الله لا يحرمني منك. لميس خانم والأولاد قعدوا على العشاء وعم يستنوك يا خانم. أنا ما بدي آكل. طيب بدك مني شيء؟ لا أنت روحي تعشي. تصبحي على خير. صحتين وعافية. على قلبك. فيروز خانم ما رح تتعشى لميس خانم. طيب ميرسي بوكو. الملكة ما شرفتنا، كتير زعلت. الله يخليكي لا تتضايقي من كلامي، بس فيروز خانم سيطرت على البيت وكأنه هي خانم البيت. من وين بتجيبي هالحكي؟ عم تصير شغلات غريبة من لما اجت على هالبيت. بس هي شو إلها علاقة؟ برأيي إلها. بابا مانو مبسوط أبدا، هي السبب. سيلفو بليني هال، إذا عرف أبوكي إنه أنت عم تفكري هيك كتير رح يتضايق. عم بيصير شغلات بهالبيت غريبة عجيبة، بس نحن ما قلنا خبر، وبابا ما عم بيحكي لنا شي. عم تطبش البواب والناس عم تطلع من هون فجأة وعم تصرخ وما عم نعرف شي. كأنه عم بيلعبوا لعبة المطاردة. مراد ممكن تهتم بأكلك وما تتدخل بشي، بس هالموضوع كتير مثير. أنا آسف. وخاصة مهند موجود بكل مشكلة، شو عم بيصير له؟ ليش عم بيهتم بسمر لهالدرجة؟ هالمواضيع كلها ما بتهمني أبدا نهال. الحفلة اللي بدك تقدميها يوم السبت هي اللي بتهمني. صحي؟ ضل يومين؟ ليش ذكرتوني فيها؟ أها، لكان تذكرتيها؟ كتير منيح. شو رأيك نتمرن بعد العشاء؟ بكرة واللي بعده عندك عطلة. برأيي بلا ما نزعج حدا اليوم، بكرة الصبح منتدرب، ارتاحي اليوم. خلي أدنينا ترتاح شوي. عم بمزح معك يا حلوة. يلا بنتي تعالي عدي، رح أسكب الأكل. أي جات كتير. خدوا هدول لبشير قبل ما تقعدوا. بشير ليش ما عم يجي على الأكل؟ في شي؟ نسياني أنه عنده امتحانات بعد كم يوم، عم يدرس. عنك سهيلة عنك، أنا باخذ له إياها. ليش ما عم تاكلي؟ بشير افتح لي، في بإيدي صينية. ليش عذبتي حالك؟ أنا كنت بروح بجيبها. بابا جهز لك ياها. يا ريت لو ارتحت شوي وإجيت أكلت معنا. لا ما عم أحسن ركز. شو عم بيصير؟ شو بده يصير؟ ما عم تطلع فيني أبداً. ضايقتك بشي؟ لا. يعني بلكي عملت شي بدون ما أحس، قلي. ما عملت شي جميلة، قلت لك ما في شي. طيب لا تعصب، آسفة إذا ضايقتك. كنت خايفة أكون مزعلتك بشي. لا تشغلي بالك، ما إلك دخل. متوتر بسبب الامتحانات مو أكتر. ماشي، لا تآخذني. يمكن عطلتك عن دراستك. يلا كل، أنا برجع بأخذها. أنا بجيبها، أنت لا تعزبي حالك. صحة وعافية. عقلبك.
عدنان بيك وسمر خانو؟ خير إن شاء الله. شوفوا شلون ركضت بسرعة، العمى شو فضولية. إج عدنان بيك. أهلا وسهلا، حمد لله على السلامة. الله يسلمك. كتير فرحت لأنكم رجعتوا، كانت بالمقبرة مو هيك؟ حبيبي عدنان ما بيقدر يتركني ولا ثانية. الأولاد فوق مو هيك؟ ايه فوق عم يتعشوا، رح يتفاجئوا كتير لما يشوفوك. مبروك حبيبتي، تاركي مو قليلة بنوب وعم تلعبي لعدنان بيك على أصابيعك. ماما مو وقت هلأ. استني خديني معك. برأيي خليكي هون أحسن ما تنزعلنا السهرة. شو رأيك بعد ما خلص الحفلة تبعي فاجئ الناس بمعزوفة؟ ايه أنا من جهتي رح يوقف قلبي. ألف صحة بابا. ما لحقت الطيارة مو هي؟ لا معناها أكيد لغوا الرحلة لأسباب جوية. كمان لا، قالوا لي هنيك في برد كتير، بعدين فكرت منيح بالموضوع وقلت لحالي ما في داعي جازف وروح، بلكي ما حسنت ارجع. وانت بتعرفي منيح مو معقول بنتي تساوي حفلة وما احضرها. عن جد بابا رجعت مشاني؟ طبعا. طيب وين شفتوا بعضكم؟ لحقتوا على المطار وما خليته يسافر. منيح اللي سويتي هيك. مهند ما اجا معكم؟ قال بده يروح يسهر مع رفقاته. حبيبي شو رأيك تطلع ترتاح؟ ماشي بالإذن يا أولاد. الحمد لله على سلامتك بابا. الله يسلمك. يا ريت تحكي معي. عم بسمعك. أنا حاسس فيك كتير. اليوم لأول مرة بحس إنه بدي أخسر عدنان. أنا بحبه كتير وما بدي أخسره أبدا. Mm-hmm.